انت من الانصار الاوفياء كما عودناكم في كل مباراه بعد تنتهي المباراه نزولك مع احسن لاعب. اليوم المفاجاه كانت مفاجاه سورتو بور فو في ذا سيبورتر سيتي سيربريز. معنا شرايريه اسلام لاعب خالوق لاعب شاب لاعب طموح مازال من صنف الاواسط. شرايريه بعد دخولك المباراه الاولى واش تقول للانصار عبر الصفحه الرسميه؟ نقول الانصار عبر الصفحه الرسميه نشكرهم باسكو هما اللي وقفوا معايا وبقاو يشجعوا فيا يقول لي اصبر بركة تجيك لا شونس والحمد لله جاتنا لا شونس ودرنا اللي علينا. واش تقول الانصار الاوفياء خاصه متتبعي الصفحه ديما يسقسيو عليك ديما يتواصلوا معاك واش تقول لهم؟ والله نقول الانصار الاوفياء نشكرهم بزاف 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 على المسانده تاعهم عليا ونقول لهم ربي يعيشكم على الدعم تاعكم وان شاء الله نكون كيف يقولوا. واش كان الشعور تاعك وانت تدخل اول مباراه في الميدان؟ كنا الخلع شويه كيف يقولوا التربيه والحمد لله هكا ما لي جوار صحابي هكا عاونوني شفت الماتش يا الحمد لله. واش تقول لهم صحابك اللي عاونوك؟ لما ميرسي وربي يعيشكم. كان معكم شرايريه اسلام اصغر لاعب في الفريق مازلنا نتواصل.